شوفي شو بده إبراهيم باشا؟ هالباشا حقير. قلي لي شو بده منك؟ قال جاي مشان يرجعني على القصر وينهي كل المشاكل. شو بدك أحسن من هيك؟ يلا خلينا نجهز أغراضنا. بس عنده شرط، قال بده مني بوس توبة لناهي الدوران، وإذا وافقت على هالشرط بيرجعني على القصر. وشو رديتي؟ رفضت طبعا. انتي عن جد مجنونة يا هيام؟ قلتي له لا لإبراهيم باشا؟ هيام؟ هيام؟ خير شو صاير معك؟ بشو شاردة لتكوني عم تفكري باقتراح إبراهيم باشا؟ أنا مستحيل أقبله، لهيك ما عم فكر فيه. ما أكون محلك بقبل بالعرض حتى بدون ما أفكر. معك حق ماريا أنك تفكري بهالطريقة هي، بس وضعي غير وضعك وما بقبل إنزل. مريم فاقت من النوم. أنا قاعدة عم بتعذب بهالقصر لحالي وهنين عم يحتفلوا بهداك القصر. نورهان، ضبي غراضنا فورا وجهزي مريم، بدنا نرجع لعندهم. رح تنفذي اللي طلبوا منك إبراهيم باشا؟ ايه مزبوط، ورح اعمل اكتر من اللي طلبوا كمان. يلا عجلي شوي، ما بدنا نخلي الحفلة تروح علينا.